هنتكلم على solving the partial differential equation، حل المعادلات التفضيلية الجزئية عن طريق لابلاس ترانسفورم. لو جينا قلنا كده عايزين نعمل solving the partial differential equation عن طريق لابلاس ترانسفورم، لو كان بنتكلم على function يدل في متغيرين بس، زي مثلا u of x و t، في عندك متغير اول هو ال x، متغير التاني هو t. في الاغلب بيبقى ال x دي بتعبر عن مسافة والt بيعبر عندك عن التايم. لو انا عايز اعمل اللابلاس ترانسفورم بتاعي، الحل عن طريق لابلاس، هدخل لابلاس يا اما على الاكس يا اما على التي. طيب عشان ادخله على الاكس او التي، اهم شرط عندي لابلاس بيتعرف من زيرو لما النهاية اللي هو في جزئية التكامل بتاعته، يبقى لازم أن تكون الحاجة اللي انت داخل عليها دي متعرفها من زيرو لما النهاية. طب افرض الاكس او التي واحد فيهم مثلا سي متعرف من ناقص ما النهاية لما النهاية، لو متعرف من ناقص ما النهاية لما النهاية يبقى مش نافع معايا من صفر لما النهاية بتاع لابلاس، يبقى مش هينفع اطبق عليه جزئية لابلاس. طيب هنا انا عندي function u هي عبارة عن x و t، x ده متغير و t هو متغير، زي ما قلت ال x في الاغلب بتعبر عن مسافة وال t بيعبر عندك عن التايم. لو انا حبيت اخد او احل ال equation دي عن طريق لابلاس ترانسفورم، فهدخل اللابلاس على ال t، يبقى ساعتها هقول ال u في x و t، طالما انا شغال على التي يبقى التي اكبر من الصفر، يبقى ده الجزء بتاع لابلاس اللي هو من زيرو لما النهايه. هاسيوم تو بي باوندد اللي هو الحل بتاعي بيكون محدد. طيب لو انا اخدت لابلاس ترانسفورم ده في التي، هعتبر الاكس ده بارامتر تاني موجود عندي في الحل. طيب الطبيعي بتكون المساله بتاعه البارشال ديفرنشال ايكويشن دي بيكون طالما انا واخدها في متغيرين اكس وتي، هيكون فيها تفاضلات بالنسبه للداله اللي هي اليو اوف اكس وتي ده، بالنسبه للتايم، بالنسبه للتي، وبالنسبة للإكس. طب تعالى نشوف هنتعامل ازاي مع جزئية التايم وجزئية الإكس. لو قلت لك انا حبيت اجيب لابلاس اوف يو اوف اكس وتي اللي هي الدالة عامة يو اوف اكس وتي، التعريف بتاعها ايه؟ تكامل من زيرو لما نهاية اي اس ناقص اس تي في يو اوف اكس وتي في الدي تي. طب انا واخد لابلاس هنا بالنسبة لمين طالما بالنسبة للدي تي؟ بالنسبة للتايم. يبقى اليو سمول بتاعتي دي اللي هي بتاعت الدالة هتتحول، هتبقى يو كابيتال كرمز، الإكس هتفضل زي ما هي إكس، والتي هيتحول لمين؟ هيتحول للاس، لان كان عندك في اللابلاس العادي كنت بتقول الاف بيتحول لاف اوف اس، هنا نفس الكلام برضو اليو اوف اكس وتي بس واخد لابلاس بالنسبه للتي، هتتحول تبقى يو كابيتال اوف اكس واس. طيب لو جيت قلت لابلاس اوف يو تي اللي هو تفاضل الداله يو بالنسبه للتايم، انا هنا واخد لابلاس بالنسبه لمين؟ بالنسبه للتي، يبقى ساعتها اليو تي هنا هتعامل معاها زي بالظبط هي الدالة المتفاضلة عندي في لابلاس. طب الدالة المتفاضلة عندي في لابلاس كنت بعمل لها ايه؟ بقول بتساوي اس في يو اوف اكس واس ناقص يو اوف اكس ونود اكس وزيرو. طب هناك كنت بتقول اللي هي الاس في اف اوف اس ناقص اللي هي الاف اوف زيرو، هنا نفس الكلام هتقول الاس في اليو كابيتال اوف اكس واس اللي هي زي اللي فوق دي كده ناقص اليو اوف اكس وزيرو، هتحط لي التايم بتاعي بزيرو اللي هو ايه؟ الحاجة اللي انا واخد بالنسبة لها. طيب لو قلت لابلاس اوف يو وتي، يو تي وتي اللي هو تفاضل يو مرتين بالنسبه للتايم، ساعتها هتقول الكلام ده بيساوي اس سكوير في يو كابيتال اوف اكس واس ناقص يو اوف ناقص اس اوف يو اوف اكس وزيرو ناقص يو تي اوف اكس وزيرو. هنا عندي الاس يو اوف اكس وزيرو هتبقى جايه من عندك في المساله، اليو تي اللي هو تفاضل اليو بالنسبه للتايم عند اكس وزيرو هتبقى برضه جايه من عندك في المساله. طيب الجزئية اللي بعد كده لابلاس اوف يو اوف اكس اللي هو تفاضل الدالة يو بالنسبة لإكس، دي التفاضل بالنسبة لإكس مش داخل معايا في لابلاس، أنا شغال أصلا على مين؟ على التايم. يبقى طالما قلت الإكس مش داخل معايا يبقى اليو هتتحول تبقى يو كابيتال وتفاضلها بالنسبة لإكس عادي، هتبقى اليو سمول اوف اكس بتتحول يو كابيتال اوف اكس، والدالة بدل ما هي اكس وتي هتبقى اكس واس. طب لابلاس اوف يو اكس اكس اللي هو تفاضل اليو مرتين بالنسبة لإكس، برضو مره تانية لابلاس انا واخده هنا بالنسبه للتايم، فاليو هتتحول تبقى يو كابيتال والاكس اكس هتبقى زي ما هي اكس اكس واكس اوف اس، يعني تحول التي عندك تتحول الاس. طيب الكلام ده عشان انا واخد التي هو المتغير والاس والاكس هي الايه البارامتر التاني بالنسبه لي. طيب في نقطه تانية برضو بتفهمني انا في المساله، مثلا عندي الديفولت بتاعي ممكن اخد التي هو اللي اجيب له لابلاس على طول والاكس هو اللي حلها. طيب ايه الحاجات اللي برضو بتعرفني ازاي اختار حاجه زي كده؟ مثلا لما اجي ابص على المساله في الباوندري كونديشن بتاعتي اللي موجوده، لما اقول لك مثلا لابلاس يو تي وتي ده في ايه؟ في اس تربيع في يو كابيتال اوف اكس واس ناقص اس في يو اوف اكس ونود ناقص يو تي اوف اكس ونود. لما تلاقي في المساله
في عندك مثلا تفاضل مرتين زي مثلا بتاع اليو تي تي واليو اكس اكس، وعايز افكر اجيب مين فيهم بلابلاس، اشتغل يو تي تي ولا اشتغل اليو اكس اكس، يعني اشتغل لابلاس على التايم ولا على الاكس. هبص على الباوندري كونديشن الموجوده، مثلا في التي هنا هو كان عندي ايه عشان اطبق اللابلاس اوف يو تي تي؟ محتاج هنا اليو كابيتال اوف اكس واس، دي موجوده في الاثنين. طب ايه تاني؟ اليو اوف اكس وزيرو ده باوندري كونديشن لازم يبقى موجود عندك، واليو تي اوف اكس وزيرو لازم برضه يكون موجود عندك هنا برضه. يبقى انت عندك الشرطين دول اللي هو يو اوف اكس وزيرو واليو تي اوف اكس وزيرو، لو هما جيفن عندك يبقى انت هتشتغل ايه؟ طيب طب افرض انا كنت عندي يو اكس اكس وعايز اشتغل عندها وما عنديش مثلا غير اليو اوف صفر وتي هو اللي موجود، واليو تي واليو اكس بتاعتي اوف صفر وتي مش موجوده، يبقى ساعتها مش هعرف اشتغل مين اكس. يبقى حسب الايه الكونديشنز بتاعتي اللي موجوده بعرف اشتغل سواء اكس او ايه او تي. طيب سيستم الحل العام بتاعي ايه؟ هديك في مساله مثلا معروفه بارشال ديفرنشال ايكويشن داله في اليو اوف اكس وتي وتفاضلاتها زائد الكونديشن، هتقوم انت مدخل لابلاس عليها، محول الشكل بتاعي بدل هو يو اوف اكس وتي يتحول ليو كابيتال اوف اكس واكس وتفاضلاتها. يبقى انت تعمل بروديوس ا ترانسفورم بروبلم، في عندك مساله متحوله. طب اليو اوف اكس واس هتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن اوردينري ديفرنشال ايكويشن في الداله يو اوف اكس واس، احلها عادي. انا كان عندي متغيرين اكس وتي، دخلت اللابلاس على التي اتحولت بقت يو كابيتال اوف اكس واس، في معادله تفاضليه احاول احلها. لما احل سولف فور اليو اوف اكس واس هجيب بعد الحل داله في الاكس واس. طب ابتدي اعمل ايه؟ هدخل عليها لابلاس ترانسفورم بس ماينس 1 عشان اتخلص من الاس دي وارجعها للشكل بتاعها بتاع مين؟ اليو اوف اكس وتي. يبقى انت ببساطه بارشال ديفرنشال ايكويشن دخلت عليها لابلاس اتحولت بقت يو اوف اكس واس، بس عباره عن معادله اوردينري ديفرنشال ايكويشن، هتحلها حل عادي بالطرق بتاعه الاوردينري ديفرنشال ايكويشن عاديه. بعد كده بعد ما تحل الكلام ده هتحول يو اوف اكس واس ليو اوف اكس وتي عن طريق لابلاس ماينس 1 للكلام ده. ده اللي هو السيستم العام بتاع الحل. زي ما قلت الديفولت بتاعي في الحل ان انا باخد التي هو ده اللي بجيب له جزئيه اللابلاس ترانسفورم، حل عن طريق اللابلاس ترانسفورم، والاكس بسيبها زي ما هي. طب الفكره الاساسيه اكتر في ايه؟ هل الكونديشنز الموجوده متحققه اكتر في الاكس او فين؟ في التي، عشان اعرف اطبق موضوع لابلاس. تعال نشوف امثله على الكلام ده. ده الشكل بتاع التيبل بتاع لابلاس اللي احنا هنستخدمه. ممكن يا اما تستخدم جزئيه التكامل بتاع لابلاس تثبته عن طريق التيبل ده مباشر، يعني مثلا عندك الواحد اللابلاس بتاعه بواحد على اس، تي اس ان اللابلاس بتاعها بان فاكتوري على اس اس ان زائد واحد، عندك ساين اي تي هتبقى اللابلاس بتاعها بأي على اس سكوير زائد اي سكوير، كوزاين اي تي هيبقى اس على اس سكوير زائد اي سكوير، وهكذا. دي كل معظم الاشكال بتاعت لابلاس. طبعا يهمني كانت الجزئيه اللي احنا عرفنا بيها ازاي نجيب لابلاس بتاعت يو تي تي وبتاع يو تي وبتاع يو اكس. لما بقول لك الاس اللابلاس بتاع اف داش اوف تي بيساوي اس في اف اوف اس ناقص اف نود، طبعا امتى؟ لما بيكون اللابلاس ده بتاع تي. طيب اف دبل داش اوف تي بجيب الاف دبل داش عايز اجيب لها اللابلاس بتاعها، هتبقى اس سكوير في اف اوف اس ناقص اس في اف اوف زيرو ناقص الاف داش اوف زيرو. طبعا ده بيخلي عندي لو حبيت اجيب لابلاس بتاع الاف دبل داش ده مره تانيه لازم أن تبقى عندي الاف اوف زيرو ولازم أن تبقى عندي الاف داش اوف زيرو. طيب تعالى نشوف مثال على الكلام ده وبرضه هنستخدم فيها جزئيه التيبل دوت. المسألة دي مسألة سهلة، دي موجودة first order بالنسبة لبارشال differential equation. بيقول لي هنا solve the following partial differential equation، حل لي المعادلة التفاضلية الجزئية ديت using Laplace transform، عن طريق Laplace transform. بيقول لك هنا هو partial u partial x زائد partial u partial t هيساوي ال x، حيث ال x أكبر من الصفر وال t أكبر من الصفر، with boundary and initial condition بشروط محيطية وشروط ابتدائية. اليو اوف صفر وتي بيساوي صفر لما تي اكبر من الصفر، واليو اوف اكس وزيرو بيساوي صفر لما الاكس اكبر من الصفر. طيب هنا بالنسبه لي المفروض ان هنا عندي طالما ده اكس وتي، ده في الاغلب هنا هوت بتبقى قلنا الاكس بتعبر عن مسافه والتي بيعبر عن التايم، فانت ممكن تعتبر ان اليو عندك اوف اكس وزيرو دي الانيشال كونديشن بتاعي، هي لما التايم عندك كان بصفر الاكس بتاعتك عامه كانت بتساوي صفر، وهنا عندك اليو اوف صفر وتي ده بيبقى مثلا حد من الحدود عند الاكس بيساوي زيرو
بيساوي الكلام ده بيساوي زيرو. طيب هنا عندي في المسألة طالما مديني يو اوف صفر وتي بيساوي صفر، وعندك اليو اوف اكس وصفر بتساوي صفر، يبقى ممكن تاخد لابلاس ترانسفورم بالنسبة للاكس او بالنسبة للتي، يعني براحتك ممكن تاخد ده او تاخد ده، بس احنا هنشتغل على الديفولت بتاعنا اللي هناخد تيكينج لابلاس ترانسفورم فور ذا تايم تي، هناخد بالنسبة للتي. لو اخدنا بالنسبة للتايم تي هيبقى لابلاس اوف يو اوف اكس وتي اللي هو ده اللي في الاكس والتي، لو اخدت له لابلاس هيتحول التي بتاعي للاس، يبقى اليو سمول هتتحول ليو كابيتال، وبدل ما هي يو اوف اكس وتي هتبقى يو كابيتال اوف اكس واس. تحت بند انا شغال لابلاس عند مين؟ عند التايم، هيتحول للاس، يبقى ده بالنسبه للتايم. وبعد كده هاخد لابلاس ترانسفورم بالنسبه للايكويشن دي كلها. لو اخدت لابلاس ترانسفورم بالنسبه للايكويشن هيبقى بارشال يو بارشال اكس هو تفاضل الداله يو بالنسبه للاكس، بس انا مش واخد لابلاس بالنسبه للاكس، يبقى دي هتتحول ليو كابيتال بس متفاضل بالنسبه للاكس، يبقى دي يو كابيتال باي دي اكس بدل ما هي كانت بارشال يو بارشال الاكس. طيب التفاضل بتاع اليو بالنسبه للتي بارشال بارشال يو بارشال تي هيتحول يبقى ايه؟ هيبقى اس في يو كابيتال اوف اكس واس ناقص يو اوف اكس وزيرو هيساوي الناحيه الثانيه الاكس بتاعتي دي رقم ثابت بالنسبه للتايم. طيب لما اجي اخد لابلاس ليها اكنك بتاخد بالظبط الاكس مضروب في الواحد، اللابلاس بتاع واحد على بتاع واحد بيديني واحد على اس، يبقى الاكس هتتحول لابلاس بتاعها بمين؟ باكس على اس، على اعتبار الاكس دي ثابته بالنسبه للتايم في جزئيه لابلاس. طيب الايكويشن دي كده بالنسبه لي فيها اليو اوف اكس وصفر، انا عارف قيمته بكام؟ بصفر. يبقى لو عوضنا بقيمه اليو اوف اكس وزيرو بزيرو هتلاقي عندك الايكويشن بقت دي يو باي دي اكس دي يو كابيتال باي دي اكس زائد اس في اليو كابيتال هيساوي اكس على اس. طيب الايكويشن دي عباره عن ايه؟ عباره عن فيرست اوردر اوردينري ديفرنشال ايكويشن بكونستانت كوفيشنت، عايزين نحلها عن طريق مين؟ عن طريق الانتجريتنج فاكتور. طب في جزئيه الانتجريتنج فاكتور اهم جزئيه فيه ان انا بعمل ايه؟ بحاول اخلي المعامل بتاع الدي باي دي اكس ده يكون واحد عندي في الايكويشن، وبعد كده بحاول اخد المعامل بتاع اليو ده بجيب منه الميو اللي هو الانتجريتنج فاكتور، وبخلي بعد كده الجزء بتاع الاكس على اس ده عشان خاطر بكمله بعد كده. طيب عندي هنا هوت الجزئيه بتاعت ميو زي ما قلنا بيساوي الاي اس تكامل المعامل بتاع اليو بتاعتي اللي هي اس في الدي اكس عشان خاطر انا بكامل بالنسبه للدي اكس. طيب الاي اس تكامل اس في الدي اكس هيساوي الدي اكس تكاملها باكس، يبقى اي اس اس اكس. يبقى عندك الاي اس اس اكس ده هضربه في الايكويشن بتاعتي دي كلها في الطرفين. طب ايه الاستفاده؟ هبتدي اخد الشكل هنا هوت بتاع حاصل ضرب دالتين، داله فيهم متفاضله والداله الثانيه بتبقى عاديه، يعني اكن مثلا لو عندك اللي هي بتقول تفاضل بتاع دالتين مضروبين في بعض بيبقى الاولى في تفاضل الثانيه زائد الثانيه في تفاضل الاولى. ده الشكل بتاعي لما هضرب الاي اس اس اكس في الايكويشن دي. تعال نضربها كده، هتبقى دي الايكويشن بتاعتي وده الميو بتاعي هضربه في الايكويشن. لما تضرب الاي اس اس اكس في الايكويشن ده كده هتبقى اي اس اس اكس في دي يو باي دي اكس، زائد هضرب برضو الاي اس اس اكس هنا في الاس هيتضرب في الاس في اليو كابيتال هيساوي الاكس على الاس مضروب في اي اس اس اكس. طب هنا بالنسبه لي لما نيجي نبص كده التفاضل بتاع اليو الدي يو كابيتال باي دي اكس مضروب في اي اس اس اكس، وعندك هنا اليو كابيتال مضروبه في اس في اي اس اس اكس. يبقى لو جينا نبص ببساطه كده ممكن تقول ان الكلام بتاع الترم ده زائد الترم ده عباره عن ايه؟ عباره عن دي باي دي اكس في اي اس اس اكس في اليو كابيتال هيساوي الناحيه الثانيه اي اس اس اكس في اكس على الاس. طيب بالنسبه لي هنا هوت الجزئيه بتاعت الايكويشن دي كده، لو حبيت اكملها بالنسبه للاكس لما تكامل بالنسبه للاكس هيبقى دي باي دي اكس هيطير معاك. طب الجزئيه الثانيه بتاعت اي اس اس اكس في اكس على اس ممكن تاخد واحد على اس بره التكامل وتكامل اي اس اس اكس مضروب في الاكس. تعال نكمل كده، هيبقى عندك الاي اس اس اكس في الاكس هتبقى اكس مضروبه في اي اس اس اكس. طيب واحده فيهم بتتفاضل واحده بتتكامل، هتلاقي عندك الاكس بتاعتك دي هي اللي بتتفاضل، الاكس تفاضلها بواحد بعد التفاضل واحد بزيرو، الاي اس اس اكس تكاملها باي اس اس اكس على الاس، بعدين تكاملها كمان مره هتبقى اي اس اس اكس على الاس سكوير. طيب هنا الشغل بتاعي بيكون عباره عن ايه؟ زي ما قلنا كده
هتلاقي جزئية ال دي باي دي اكس دي بتطير معاك، الواحد على اس كنا واخدينه مشترك، في التكامل بتضرب ال اكس في اي اس اس اكس على اس بإشارة موجبة ناقص الواحد مضروب في اي اس اي اس اس اكس على اس سكوير. هتلاقي انا عملت لك ال اكس في اي اس اس اكس على الاس اللي هو نتيجة ضرب ال اكس في اي اس اس اكس على الاس على اس ناقص الواحد لما بتضرب في اي اس اس اكس على اس سكوير عشان بتضرب بإشارة سالبة هتبقى سالب اي اس اس اكس على اس سكوير. طبعا الكلام ده كله زائد السائد. طيب هنا لو ضربت الواحد على اس جوه في القوس ده كده هيبقى اكس في اي اس اس اكس على اس سكوير ناقص اي اس اس اكس على اس تكعيب زائد السائد. طب عندك اي اس اس اكس عايز تخلص منها فاقسم عليها في الطرفين، لما تقسم بالطرفين هتبقى اليو في اكس واس اللي انت محتاجها اليو كابيتال هتساوي هنا عندك اي اس اس اكس هتروح هيبقى عندك اكس على اس سكوير تنزل لك اكس على اس سكوير، وهنا برضو عندك سالب واحد على اس تكعيب هتنزل عندك سالب واحد على اس تكعيب زائد الثابت في اي اس سالب اس اكس. طيب الايكويشن دي كده عايزين نجيب لها قيمة الثابت اللي هو الموجود هو السي ده. هجيب الثابت ازاي؟ عن طريق ان اليو اوف صفر وتي بيساوي صفر. طب الايكويشن دي عبارة عن ايه؟ داخل بلابلاس فيها بالاس، يبقى لازم تاخد اليو في صفر وتي تحولها بشكل لابلاس، تدخلها لابلاس، هتبقى اليو سمول هتتحول ليو كابيتال اوف صفر واس. ماشي، طالما ده صفر يبقى اكيد ده برضه زي صفر في التكامل، يبقى اليو اوف صفر وتي اللي هي كانت بتساوي صفر هتتحول هتبقى يو كابيتال اوف صفر واس بيساوي صفر. طب تعالى نعوض كده، هيبقى الصفر بيساوي يو كابيتال اوف صفر واس، كل اكس هتقابلها وتخلي مكانها صفر، حط لي كده الاكس بتاعي بصفر هيبقى الترم ده بزيرو، ناقص واحد على اس التكعيب هينزل لك هنا ناقص واحد على اس التكعيب زائد الثابت هينزل الثابت في اي اس صفر عندك بواحد، يبقى لما تعوض بصفر في الايكويشن دي كده هيبقى طبعا بقيمه الاكس بيساوي زيرو في الايكويشن دي كده هيبقى صفر بيساوي ناقص واحد على اس التكعيب زائد ثابت. ده يخليك تحسب قيمه الثابت اللي هو واحد على الاس التكعيب. عرفنا كده قيمه الثابت هنعوض بقيمته، هيبقى اليو كابيتال بيساوي اكس على اس سكوير ناقص واحد على اس تكعيب زائد اي اس ناقص اس اس اكس على اس تكعيب. طب الخطوه اللي بعد كده ان انا هاخد الانفرس بتاع لابلاس ترانسفورم. طب تعالى ناخد الانفرس بتاع لابلاس ترانسفورم كده، عندك الاكس ده ثابت هينزل زي ما هو ثابت واحد على اس تربيع لابلاس انفرس بتاعه بتي سالب، عندي السالب هينزل زي ما هو واحد على اس تكعيب لابلاس بتاعها لابلاس انفرس بتاعها بتي تربيع على اتنين. طيب الاي اس ناقص اس اكس على اس تكعيب اللابلاس بتاعها ب اتش في تي ناقص اكس في تي ناقص اكس الكل سكوير على اتنين، حيث عندك الاتش بتاعتي دي هي عباره عن يونت ستيب وساعات بيسموها الهيفيسايد فانكشن. التعريف بتاعها الاتش اوف اكس بيساوي صفر لما بتكون الاكس اقل من زيرو واحد لما الاكس اكبر من او بيساوي زيرو. هتلاقي الجزئية هنا بتاعت اليونت ستيب دي موجودة عندك في التيبل بتاعت لابلاس. لو جينا نشوف مثال تاني كده بيقول لك solve the following partial differential equation using لابلاس ترانسفورم، حل لي معادلة التفاضلية الجزئية عن طريق لابلاس ترانسفورم. نديك هنا ال u في x بيساوي ال u في t with boundary and initial condition ال u في صفر و t بيساوي صفر واليو اوف اكس وزيرو بيساوي اكس لما الاكس اكبر من الصفر والتي اكبر من الصفر. طبعا واضح قدامي هنا ان جزئية الباوندري المقصود بيها اللي هي الكونديشن المحيطة بتاعتي لما عندي اليو اوف صفر وتي بيساوي التي، هنا المقصود بيها ان جزئية الاكس بتاعتي بيساوي زيرو عند اي تايم الجزئية دي يبقى عندك بيساوي التي، وعندك يو اوف اكس وزيرو اللي هي بالازرق دي هي عبارة عن النيشال كونديشن بتاعتي حيث التايم عندي هنا بصفر وعند اي اكس بيساوي الاكس. طبعا هنا واضح قدامي طالما اداني يو اوف صفر وتي مديك يو اوف اكس وزيرو يبقى انت ممكن تحسب لابلاس ترانسفورم للايكويشن ديت بالنسبه للاكس او بالنسبه للتي حسب ما انت عايز. طيب الجزئيه هنا هوت مش جزئية ان تحسب للاكس او التي، احنا ممكن نشتغل بالاكس او التي الاتنين زي بعض مش فارقين معايا، بس هنشتغل على الديفولت بتاعنا هاخد لابلاس ترانسفورم بتاع التايم. طيب هنا الايكويشن بتاع يو اوف اكس بيساوي يو اوف تي ممكن تخليها شكل يو اوف اكس ناقص يو اوف تي
بيساوي الزيرو. طيب تعالى ناخد لابلاس ترانسفورم للإيكويشن دي بس بالنسبة للتايم. هتقول لي هنا هوت الفكرة العامة ان اللابلاس بتاع يو اوف اكس وتي ده كل تي عندي هتتحول لاس، هتبقى اليو سمول اوف اكس وتي تتحول تبقى يو كابيتال اوف اكس واس. طيب تعالى ندخل لابلاس على الايكويشن الاصلية دي كده دلوقتي. هيبقى عندك اليو اكس، الاكس عندي مش داخل بالنسبة لابلاس، انا داخل لابلاس بالنسبة للتايم، هتبقى اليو سمول اوف اكس هتبقى الدي يو كابيتال باي دي اكس، ناقص يو تي هتبقى ناقص اس في يو كابيتال، كان المفروض دي ناقص يو اوف اكس وزيرو بس عشان في اشاره سلب موجوده هتبقى ناقص ناقص بزائد، هتبقى يو اوف اكس وزيرو هيساوي زيرو. طيب انا عندي يو اوف اكس وزيرو والقيمه بتاعتها موجوده هنا باكس، يبقى ممكن تقول ده زائد اكس هتعدي الاكس الناحيه دي اشاره سلبه هتبقى ناقص اكس، هيبقى شكل الايكويشن بتاعتي الدي يو كابيتال باي دي اكس ناقص اس في اليو كابيتال بيساوي سالب اس. طيب الايكويشن دي بالنسبه لي ممكن احلها ببساطه، لو جيت اقول كده ان دي عباره عن فيرست اوردر اوردينال ديفرنشال ايكويشن بكونستانت كوفيشنت، وزي ما قلنا في المساله اللي فاتت لازم أن يبقى المعامل بتاعي بتاع دي يو كابيتال باي دي اكس يكون واحد عشان تعرف اظبط في جزئيه الانتجريتنج فاكتور اللي انا محتاجه. دي بتتحل عن طريق الانتجريتنج فاكتور، بتقول عندي هنا الميو بيساوي اي اس تكامل ناقص اس، ناقص اس اللي هي المعامل بتاع مين؟ بتاع اليو كابيتال. طالما بتكامل بالنسبه للدي اكس او بتحاول تجيب الحل بالنسبه للدي اكس يبقى اي اس ناقص اس في الدي اكس. تكامل عندك الدي اكس على اعتبار ان اس ده ثابت هيبقى تكاملها باكس، هيبقى التكامل بتاع اي اس تكامل او سوري اي اس تكامل ناقص اس في الدي اكس هيبقى اي اس ناقص اس اكس. طب ده كده اللي هو الميو الانتجريتنج فاكتور، لو انا ضربته في الايكويشن دي كده في الطرفين هيخلي الترم اللي موجود في الشمال عبارة عن دالة في تفاضل التانية زائد دالة زائد تفاضل الدالة الاولانية في الدالة التانية، يعني هيخلي عبارة عن حاصل ضرب تفاضل دالتين مع بعض. طب تعالى نضرب كده الاي اس ناقص اس اكس في الايكويشن دي كده ونشوف الشكل هيبقى عبارة عن ايه. لو ضربت عندك اي اس ناقص اس اكس في الدي يو كابيتال باي دي اكس هتلاقي عندك اي اس ناقص اس اكس دي يو كابيتال باي دي اكس، كان عندي هنا سالب اس في يو كابيتال هتبقى سالب اس في اليو كابيتال مضروب في اي اس ناقص اس اكس هيساوي عندك سالب اكس هتضرب في اي اس ناقص اس اكس. طيب زي ما قلنا كده بص كده عندك اي اس ناقص اس اكس مضروب في دي يو كابيتال باي دي اكس ناقص اي اس ناقص اس اكس في اس مضروب في يو كابيتال. عندك هنا في الاول تفاضل اليو مضروب في الداله اي اس ناقص اس اكس زائد الداله يو مضروبه في تفاضل اي اس ناقص اس اكس، يبقى الشكل ده اكنه الدي باي دي اكس في اليو كابيتال في اي اس ناقص اس اكس بيساوي سالب اكس في اي اس ناقص اس اكس. طيب هنا لو انا عملت تكامل بالنسبه لاكس الطرف الشمال ده هتطير لك الدي باي دي اكس، المشكله عندي في تكامل الطرف اليمين. طب عايزين نكامل الطرف اليمين اللي هو سالب اكس في اي اس ناقص اس اكس، ده كده الدالة، عايز اكامل سالب اكس في اي اس ناقص اس اكس هقول السالب اكس وعندك الاي اس ناقص اس اكس، السالب اكس هيتفاضل والاي اس ناقص اس اكس هيتكامل، سالب اكس تفاضله في سالب واحد بعد كده تفاضل السالب واحد بصفر. طب الاي اس ناقص اس اكس هيتكامل فتكامل اي اس ناقص اس اكس باي اس ناقص اس اكس في سالب على الاس. طب اكامل الكلام ده مره تانيه هتبقى اي اس ناقص اس اكس على الاس سكوير. طيب هنا هعمل ايه؟ هضرب ناقص اكس في سالب اي اس ناقص اس اكس على الاس، الكلام ده ناقص سالب واحد في اي اس ناقص اس اكس على الاس سكوير. لو طبقت كده زي ما قلنا كده ناقص اكس في اي في سالب اي اس ناقص اس اكس على اكس هتبقى اكس في اي اس ناقص اس اكس على الاس. طيب سالب واحد في سالب عشان عندي ده لازم ياخد اشاره سالبه للخط الاحمر ده في سالب اي اس ناقص اس اكس على اس سكوير هتبقى عندك زائد اي اس ناقص اس اكس على اس سكوير، طبعا الكلام ده كله زائد الثابت. لما تضرب هنا هوت اي اس ناقص اس اكس ده موجود في الطرف الشمال، انا محتاج مين؟ محتاج اليو كابيتال، يبقى هقسم على اي اس ناقص اس اكس. لو انت قسمت على اي اس ناقص اس اكس هتبقى اليو كابيتال اللي انت محتاجها هتساوي
اكس على اس عشان هي قسمنا على اي اس ناقص اس اكس، ينزل لك عندك اكس على اس. عندك هنا برضو لما تقسم على اي اس ناقص اس اكس هيبقى عندك واحد اس سكوير، تنزل لك واحد اس سكوير، زائد الثابت لما يتقسم على اي اس ناقص اس اكس اكنه مضروب في اي اس ناقص اس اكس. طيب هنا عايزين نجيب قيمة الثابت اللي موجود ده كده، هتقول لي عن طريق ان اليو اوف صفر وتي بيساوي تي، بس الايكويشن دي فين؟ عن طريق لابلاس، يبقى لازم اجيب لها لابلاس. لو دخلت لابلاس على الكونديشن دوت هيبقى اليو سمول اوف صفر وتي اللي هي بتساوي تي، اليو سمول اوف صفر وتي هتبقى يو كابيتال اوف صفر واس، والتي بتاعها لما يتدخل عليها لابلاس ده هيتحول يبقى عندك واحد على اس تربيع. طيب تعالى نطبق الكلام ده كده، هيبقى يو اوف صفر واس يساوي واحد على اس تربيع، هيساوي كل اكس عندك هتقابلك هتحط مكانها بصفر، يبقى عندك اكس على اس بصفر تحط عندك صفر، زائد واحد على اس سكوير ينزل عندك زائد واحد على اس سكوير، زائد سي في اي اس صفر هتنزل عندك زائد السي. طب عندك واحد على اس سكوير وعندك واحد على اس سكوير، دول هيعملوا ايه مع بعض؟ هيطيروا، يبقى الثابت اللي عندك ده هيساوي ايه؟ هيساوي زيرو. يبقى الايكويشن بتاعتك اليو في اكس واس بيساوي اكس على اس زائد واحد على اس سكوير، اعتبر الثابت ده بقى بصفر. طب نجيب الانفرس لابلاس للكلام ده، عندك هنا الاكس على اس الانفرس لابلاس بتاعها باكس، على اعتبار عندي ان الاكس ده ثابت، يبقى الاكس ده ثابت، يبقى عندك واحد على اس اللابلاس بتاعه بواحد، يبقى هيتضرب في الاكس هيبقى باكس. طب اللابلاس بتاع واحد على اس سكوير هيبقى عبارة عن تي، يبقى اليو في اكس وتي بيساوي الاكس زائد التي، يبقى ده حل المسألة. لو جينا نشوف مثال كده على السكند اوردر، بيقول هنا solve the following partial differential equation، حل لي المعادلة التفاضلية الجزئية using Laplace transform، عن طريق Laplace transform. بيقول لي هنا partial u partial t هيساوي partial square u partial x square، حيث الاكس بتاعتي اكبر من الصفر واقل من الاثنين، والتي بتاعتي اكبر من الصفر. طبعا واضح قدامي دي المعادلة بتاعت الهيت equation، مديني هنا boundary and initial condition. boundary condition بتاعتي اليو اوف صفر وتي بيساوي صفر، واليو اوف اتنين وتي بيساوي صفر. هنا معناها ان temperature بتاعتي مثلا عند الاكس بيساوي زيرو واي تايم بصفر، وtemperature عند الطول اللي هو اكس بيساوي اتنين والتي هيساوي صفر. طيب عندي هنا الانيشال كونديشن اليو اوف اكس وزيرو، التايم بتاعي بزيرو بيساوي تلاتة ساين اتنين باي اكس. طيب هنا مبدئيا كده في المسألة لو ما حبيت ادخل لابلاس، ما عنديش غير اوبشن واحد بس، انا ادخل لابلاس على مين؟ على التايم اللي هو بارشال يو بارشال تي، ادخل عليه لابلاس. طب اشمعنى التايم ومش الاكس؟ عشان ادخله على الاكس محتاج يكون في عندي في جزئية الكونديشنز الموجودة يكون اليو اوف صفر وتي ده موجود عندي. طب مين تاني محتاجه؟ محتاج اليو اكس اوف صفر وتي برضو، وده مش موجود عندي. طب هنا البارشال يو بارشال تي دي محتاج لها ايه بس؟ محتاج لها في الشرط بتاع لابلاس اليو اوف اكس وزيرو. يبقى في المسألة هنا الاوبشن بتاع ان انا عندي اوبشن اكس او اوبشن تي مش موجود، ما عنديش بس غير اوبشن واحد، هو اوبشن مين؟ اوبشن التايم. فهاخد لابلاس ترانسفورم بالنسبة للتايم الموجودة، فساعتها هقول ان لابلاس بتاع الدالة يو اوف اكس وتي هيبقى يو كابيتال اوف اكس واس. طيب تعالى نطبق الكلام ده على الايكويشن الاصلية اللي هي بارشال يو سكوير بارشال اكس سكوير، وادخل عليها لابلاس بس لابلاس بتاع التايم. طالما دخلت عليها بلس التايم هتبقى بارشال سكوير يو بارشال اكس سكوير هتبقى دي سكوير يو كابيتال باي دي اكس سكوير. طيب الكلام ده هيساوي دخل بلس على بارشال يو بارشال تي هيبقى الاس في اليو كابيتال ناقص اليو اوف اكس وزيرو. طب عندي اليو اوف اكس وزيرو هو مديني قيمته بكام؟ بتلاتة ساين اتنين باي اكس. طب تعالى نعوض كده، هتبقى اس في يو كابيتال ناقص تلاتة ساين اتنين باي اكس، هو تعويض مباشر بقيمة ال U في X و 0 بنقص 3 sin باي X أو 3 sin باي X 3 sin 2 باي X. طيب لو حبينا نظبط شكل الإيكويشن دي كده هتبقى D سكوير U باي D X سكوير، S في ال U كابتل هتعدي ناحية هتبقى سالب B سالب ال S في ال U كابتل هيساوي سالب 3 sin 2 باي X. طيب دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن differential equation عادية ordinary بس second order، عشان هي second order الجنرال سوليوشن بتاعها بيساوي اللي هي اليو اوف اكس واس اللي انا محتاجها بيساوي اليو هوموجينيوس زائد اليو بارتيكولر زي ما كنا بناخد كده. طيب
في الاول هنجيب اليو هوموجينيوس، بعدين نحسب اليو بارتيكولار. بعد كده اليو هوموجينيوس اوف اكس واس هجيبه ازاي؟ اليو هوموجينيوس اوف اكس واس هعتبر الايكويشن دي كده هوموجينيوس. طب امتى تكون هوموجينيوس؟ لما الترم بتاع 3 ساين 2 باي اكس ده كانه بصفر. فعندك عشان تبقى هوموجينيوس هتنزل دي سكوير يو باي دي اكس سكوير ناقص اس في اليو كابيتال هتنزل، والترم ده هتخليه بزيرو، يبقى كانه بزيرو عشان تحسب الهوموجينيوس سوليوشن. طب لو هو الايكويشن دي كده عايز احسب لها قيمه اليو في اكس واس بس مين اللي هي الهوموجينيوس، هتبقى دي الايكويشن. هتحول كل دي سكوير، دي سكوير يو باي دي اكس سكوير هتنزل هتبقى دي سكوير ناقص الاس، ده كله اوبريتنج على اليو كابيتال اوف اكس واس هيساوي الزيرو. طيب في الحل بنخلي الدي بتتحول لام، يبقى دي سكوير هتبقى ام سكوير ناقص الاس بيساوي زيرو. لو حسبت قيمة الام بتاعتي هتطلع الام بيساوي موجب او سالب جذر اس. يبقى اليو هوموجينيوس اللي انا محتاجه بتاع اكس واس اليو كابيتال هوموجينيوس هيساوي سي واحد اي اس جذر اس في الاكس زائد سي اتنين في اي اس ناقص جذر اس في الاكس. طيب الجزئية التانية عايزين نجيب البارتيكولار سوليوشن، فهرجع الايكويشن كلها زي ما هي اللي هي دي سكوير يو كابيتال باي دي اكس سكوير ناقص اس في اليو كابيتال بيساوي سالب 3 ساين 2 باي اكس. هنا اليو بارتيكولار بتاعي اللي عايز اجيبه بسميه بارتيكولار سوليوشن، هيبقى هسميه اليو كابيتال اوف بي، ده بيساوي عندك هنا دي سكوير ناقص الاس اللي هي كانت موجوده في الترم ده الترم الشمال، هتنزلها تحت السالب 3 ساين 2 باي اكس هتبقى 1 على دي سكوير ناقص الاس في سالب 3 ساين 2 باي اكس. طيب احنا عندنا السالب 3 ده مش داخل ضمن جزئيه التكامل هنا بتاعنا، فهتطلعه بره بسالب 3. طب ساين 2 باي اكس لما تدخل عليها اوبريتنج تحت 1 على دي سكوير ناقص اس، الدي سكوير عندي بعوض عنها بايه؟ بشوف معامل الاكس بتاعتي اللي موجوده اللي هو 2 باي، اربعه يبقى 4 باي سكوير، احطه مكان الدي سكوير بس باشاره سالبه، يبقى تلاقيني حاطط هنا سالب 4 باي سكوير ناقص الاس. طيب ده كله مضروب في البسط في ناقص 3 وساين 2 باي اكس زي ما هي. السالب ده هيطير السالبين اللي تحت دول، هيبقى 3 على 4 باي سكوير زائد اس مضروب في ساين 2 باي اكس. ده كده اللي هو البارتيكولار سوليوشن. طب السوليوشن العام جنرال سوليوشن بيساوي ايه؟ بيساوي الهوموجينيوس زائد البارتيكولار، يبقى هتاخد الجزء بتاع الهوموجينيوس ينزل تحت هنا كده زائد الجزء بتاع البارتيكولار ينزل عندك تحت هنا، يبقى اليو في اكس واس اللي انا محتاجها يساوي سي واحد في اي اس جذر اس اكس زائد سي اتنين في اي اس ناقص جذر اس اكس زائد 3 على اس زائد 4 باي سكوير في ساين 2 باي اكس. طيب محتاج اجيب السي واحد واجيب السي اتنين، هجيبهم ازاي؟ عن طريق ان ادخل لابلاس ترانسفورم على الباوندري كونديشن الموجوده. طب الباوندري الاولاني اليو في صفر وتي بيساوي صفر، طب ده لازم نحوله لابلاس. اليو سمول هتبقى يو كابيتال والتي بتاعتك تتحول لاس، يبقى اليو اوف صفر واس بيساوي صفر. طالما عندك كان اليو اوف زيرو وتي بصفر يبقى اكيد اللابلاس بتاعها برضه بايه؟ بصفر. تعال نعوض كده هنا في الايكويشن اللي فوق دي كده، يبقى صفر بيساوي يو اوف صفر واس، كل اكس هتقابلها تحط مكانها صفر، يبقى عندك سي واحد في اي اس صفر هتبقى سي واحد زائد سي اتنين في اي اس ناقص صفر هتبقى زائد سي اتنين، وهنا لو حطيت صفر في الساين هيبقى بصفر، يبقى عندك سي واحد زائد سي اتنين بيساوي صفر، سميها الايكويشن رقم واحد. الباوندري التاني اليو اوف اتنين وتي بيساوي صفر، لو اخدت له لابلاس هيبقى اليو سمول هتبقى يو كابيتال اتنين هتفضل زي ما هي اتنين، والتي عندك هيتحول لاس، يبقى اليو اوف اتنين واس بيساوي صفر. لو عوضت كده الصفر بيساوي يو اوف اتنين واس، وكل اكس هتقابلك وتخلي مكانها اتنين، يبقى عندك سي واحد في اي اس جذر اس في اتنين هتبقى سي واحد في اي اس جذر اس في اتنين زائد هنا برضو الاكس خلي مكانها اتنين هتبقى سي اتنين في اي اس ناقص جذر اس في اتنين سي اتنين في اي اس ناقص جذر اس في اتنين، وهنا لو عوضت عندك بالاكس باتنين هتبقى ساين 4 باي بصفر. عندك ايكويشن واحد وايكويشن اتنين لو حليتهم مع بعض هيدي لك ان السي واحد هيساوي السي اتنين هيساوي الصفر. يبقى اليو في اكس واس بتاعتي طالما السي واحد بصفر يبقى الترم ده مش موجود، السي اتنين بصفر الترم ده مش موجود، باقي عندي بس الترم ده اللي هو بتاع الكونديشن البارتيكولار سوليوشن بتاع جزئية البارتيكولار سوليوشن.
يبقى اليو في اكس واس بيساوي 3 على اس زائد 4 باي سكوير في ساين 2 باي اكس. عايزين نجيب الانفرس لابلاس للكلام ده، تقول لي هنا باي تيكينج انفرس لابلاس ترانسفورم، عندك الساين 2 باي اكس ده رقم ثابت بالنسبه لي، مش داخل في اللابلاس عشان عايز اجيب لابلاس الجزئيه بتاعه 3 على اس زائد 4 باي سكوير، بس هي دي اللي هجيب لها لابلاس. اللابلاس بتاع 3 على اس زائد 4 باي سكوير هتبقى 3، تطلع بره الجزئيه دي. 1 على اس زائد 4 باي سكوير عباره عن اي اس سالب 4 باي سكوير في تي، طبعا ده مضروب في 3 في ساين 2 باي اكس، يبقى ده الحل بتاعي بتاع بارشال ديفرنشال ايكويشن. لو جينا نشوف كده المساله ديت، سولف ذا فولوينج بارشال ديفرنشال ايكويشن، حلل المعادله التفاضليه الجزئيه يوزنج لابلاس ترانسفورم عن طريق لابلاس. لو كانت بارشال سكوير يو بارشال تي سكوير بيساوي بارشال سكوير يو بارشال اكس سكوير زائد ساين باي اكس، وعندي هنا الاكس متعرفه ان الاكس اكبر من الزيرو واقل من الواحد، والتي عندي اكبر من الصفر. ويز باوندري اند انيشال كونديشن، لو كانت الشروط الابتدائيه والشروط المحيطه بتاعتي بتساوي اليو اوف اكس وزيرو بيساوي زيرو، واليو تي اوف اكس وزيرو بيساوي زيرو، اند اليو اوف صفر وتي بيساوي صفر، واليو اوف واحد وتي بيساوي صفر. هنا المفروض لما اجي اخد لابلاس ترانسفورم زي ما قلنا ممكن تاخده للاكس او للتي، بس هنحاول نبص على الكونديشنز الموجود نشوف هو ينفع لمين اكتر. هاجي ابص عندي هنا، عندي هنا التفاضل بتاع اليو مرتين بالنسبه للتي وتفاضل يو مرتين بالنسبه للاكس. طب لما اجي اقول لك كده ان اليو اوف اكس وزيرو بيساوي زيرو واليو تي اوف اكس وزيرو بيساوي زيرو، يبقى هنا بالنسبه للتي بزيرو عند الداله التي بزيرو، وعند تفاضل الداله بالنسبه للتايم عند برضو التي بزيرو بيساوي زيرو، يبقى الكلام ده ينفع مع مين؟ مع التايم. طب الشروط الثانيه اليو اوف صفر وتي بيساوي صفر، واليو اوف واحد وتي بيساوي صفر، ده بتاع الاكس بس الاكس مش ظابط معايا كده في جزئيه بارشال سكوير يو بارشال اكس سكوير، يبقى المساله دي مش هتنفع غير بس ان ناخد لابلاس ترانسفورم لمين؟ للتايم بس، عشان خاطر الشرط الابتدائي اللي موجود عندي اللي هي لما التي بتاعي بيساوي صفر، عندي الداله لما التي بصفر، وعندي تفاضل الداله لما التي برضه بصفر. انما هنا في الاكس ما عنديش غير الداله بس موجوده عند الاكس بصفر وعند الاكس بواحد. لو اخدنا كده لابلاس ترانسفورم بالنسبه للتايم هتبقى لابلاس بتاع الداله يو اوف اكس وتي هتبقى عباره عن يو كابيتال اوف اكس واس، اليو سمول عندي هيتحول ليو كابيتال، والاكس هتفضل زي ما هي اكس، والتي عندك هيتحول لمين؟ هيتحول لاس. طيب تعالى ناخد كده لابلاس للايكويشن الكامله الكبيره دي اللي فوق، بارشال سكوير يو بارشال اكس سكوير، تمام بارشال سكوير سوري بارشال سكوير يو بارشال الاكس سكوير اللي هو ده كده، اخد له اللابلاس ترانسفورم بتاعه انا بفضله بالنسبه للاكس، الاكس مش داخل معايا بالنسبه للابلاس، هتبقى دي سكوير يو باي دي اكس سكوير، دي هتساوي بارشال سكوير يو بارشال تي سكوير، خد اللي ده لابلاس، هتبقى اس تربيع في يو كابيتال ناقص اس في اليو سمول اوف اكس وزيرو ناقص اليو تي اوف اكس وزيرو. كان عندك هنا في ساين باي اكس وديها الناحيه التانيه باشاره سالبه، هتبقى سالب ساين باي اكس، لما تاخد لها لابلاس هتبقى سالب ساين باي اكس على الاس، اعتبر ان الساين باي اكس ده رقم ثابت بالنسبه للتي مفيهوش تي خالص، يبقى كانها ساين باي اكس مضروبه في واحد، الواحد اللابلاس بتاعه بواحد على الاس، يبقى سالب ساين باي اكس اللابلاس بتاعها بسالب ساين باي اكس على الاس. طب عندي اليو في اكس وزيرو بكام؟ بزيرو، يبقى الترم ده بزيرو، واليو تي اوف اكس وزيرو عنده بكام برضه؟ عندي بزيرو، يبقى تظبيطه الايكويشن دي هتبقى اس سكوير في اليو كابيتال تنزل زي ما هي، الترم ده عندي بصفر والترم ده عندي بصفر ناقص ساين باي اكس على اس تنزل زي ما هي. طيب الشكل ده كده عبارة عن ايه؟ اللي هو دي سكوير باي دي اكس سكوير يو كابيتال بيساوي اس سكوير في اليو كابيتال ناقص ساين باي اكس على الاس، ده عبارة عن اوردينال ديفرنشال ايكويشن بس سكند اوردر عادية. الحل بتاعها بيكون ايه؟ ان اليو اللي انا محتاجها هتساوي اليو هوموجينيوس زائد اليو بارتيكولار. طيب الجزئيه بتاعت الـ homogeneous solution دي بجيبها ازاي؟ الجزئيه بتاعت الـ homogeneous دي كل اللي بعمله دي عندك الايكويشن بتاعتي بعد التظبيط هتبقى دي سكوير باي دي سكوير يو باي دي اكس سكوير ناقص اس سكوير في اليو كابيتال بيساوي سالب ساين باي اكس على اس. في الـ homogeneous اللي انا محتاجه ده كده بخلي الترم ده اكنه مش موجود، يبقى الترم ده بصفر
يبقى الايكويشن تنزل دي سكوير يو باي دي اكس سكوير ناقص اس سكوير يو كابيتال، ده بيساوي صفر. عايزين نحل بقى الاوردينري ديفرنشال ايكويشن العاديه دي كده، هتقول لي دي سكوير يو باي دي اكس سكوير اكنها دي سكوير ناقص اس سكوير، ده كله اوبريتنج على اليو كابيتال بيساوي صفر. الدي سكوير بحولها بخليها ام تربيع، هتبقى دي سكوير هتبقى ام سكوير ناقص اس سكوير بيساوي صفر. لو انت حسبت هنا قيمه الام بتاعتك هتبقى الام بيساوي موجب او سالب اس، يبقى اليو هوموجينيس اللي انت محتاجه هيساوي سي واحد في اي اس اس اكس زائد سي اتنين في اي اس ناقص اس اكس. طب بعد كده نجيب البارتيكولار سوليوشن. البارتيكولار سوليوشن هو عباره عن ايه؟ هتاخد الايكويشن دي اللي هي كامله بس معاها سالب ساين باي اكس على اس، هتلاقي عندك هنا اليو بارتيكولار بتاعي اوف اكس واس بيساوي عندك هنا كان دي دي سكوير ناقص اس سكوير مضروبه في اليو، هتنزل هتبقى واحد على دي سكوير ناقص اس سكوير بس هتدخل عليها سالب ساين باي اكس على اس، في سالب ساين باي اكس على اس اللي هو الجزء بتاع البارتيكولار سوليوشن. طب عندك الساين بتاعتي في باي اكس دي، لو انا حبيت اجيب لها جزئيه التكامل بتاعها عند دي سكوير، دي سكوير بتاعتي بجيبها ازاي؟ باخد المعامل بتاع الاكس اللي هو باي بربعه هيبقى باي سكوير، حطه باشاره سالبه في الدي سكوير، هتلاقي انا حطيت واحد على الباي سكوير بس باشاره سالبه ناقص الاس سكوير زي ما هي، يبقى واحد على دي سكوير ناقص اس سكوير، الدي تربيع حطيت مكانها ناقص باي تربيع. طيب سالب ساين باي اكس على اس سيبها زي ما هي، سالب ساين باي اكس على اس، عندك اشاره سالبه هتطير السالب دي وهتطير السالب دي، هيبقى الاختصار بتاع الكلام ده هيبقى ساين باي اكس على الاس في باي تربيع زائد الاس تربيع. طب تعالى نحط كده، يبقى اليو كابيتال بتاعتي اللي انا محتاجها هتساوي اليو هوموجينيوس زائد اليو بارتيكولار بتاعي. طب محتاج السي واحد ومحتاج السي اتنين، هجيبهم عن طريق مين؟ عن طريق الباوندري كونديشن الموجوده عندي. يبقى الباوندري الاولانيه اليو اوف صفر وتي بيساوي صفر، خد لها لابلاس هتبقى يو سمول اوف صفر وتي هتبقى يو كابيتال اوف صفر واس، اليو سمول هتبقى يو كابيتال الصفر زي ما هي التي هتتحول لاس. طب قيمه الصفر بتاعتي هي اكيد لابلاس ليها برضو بصفر. طب تعالى نعوض هنا عن كل اكس بصفر فوق، سي واحد في اي اس صفر هتبقى سي واحد تنزل زي ما هي زائد سي اتنين في اي اس صفر هتنزل سي اتنين زي ما هي، عوض لي في الساين بقيمه الاكس بتاعتي بصفر هيبقى الترم ده بصفر. يبقى دي الايكويشن الاولانيه. الباوندري الثانيه اليو اوف واحد وتي بيساوي صفر، خد لها لابلاس هيبقى يو سمول هيبقى يو كابيتال، الواحد تنزل ما هي واحد بتاعت الاكس، التي هيتحول لابلاس بتاعها بتاع الاس تبقى اس، اليو اوف اليو اوف واحد وتي بيساوي صفر يبقى اكيد اليو كابيتال اوف واحد واس برضه بكام؟ برضه بصفر، لان لابلاس بتاعها عباره عن تكامل فيبقى تكامل الصفر ده بصفر. طيب الصفر ده اللي هي جزئيه اكن ما عندكش تكامل اصلا، فهيبقى الجزئيه بتاعت اليو اوف واحد وتي ده بصفر، هيبقى الترم ده تعويضه في اليو كابيتال اوف واحد واس برضه بصفر. طيب هنا عندنا عايز اعوض عن كل اكس بكام؟ بواحد، هيبقى سي واحد في اي اس اس والاكس عندك بواحد يبقى سي واحد في اي اس اس زائد سي اتنين في اي اس سالب اس مضروبه في الاكس بواحد هتبقى سي اتنين في اي اس سالب اس تنزل عندك سي اتنين في اي اس ناقص اس، حط لي الاكس هنا بواحد يبقى ساين باي، يبقى الترم ده عندك كله بزيرو. لو حليت الايكويشن ديت مع الايكويشن ديت هتلاقي النتيجه عندك ان السي واحد هيساوي سي اتنين هيساوي صفر. يبقى اليو اوف اكس واس اللي انا محتاجها اللي هي ساين باي اكس على اس في اس سكوير زائد الباي سكوير. عايزين نجيب انفرس لابلاس للكلام ده، بس واضح قدامي ان المقام في اس في اس تربيع زائد باي تربيع، هستخدم فيها جزئيه البارشال فراكشن في الاول. يبقى دي اليو بتاعتي اللي موجوده، هجيب الانفرس لابلاس للكلام ده، هتبقى اليو اوف اكس وتي اللي انا محتاجها هتساوي لابلاس ماينس 1 لليو اوف اكس واس اللي هي ديت، هيبقى لابلاس ماينس 1 بتاع 1 على الاس في اس تربيع زائد باي تربيع، وطلعت الساين باي اكس بره لان دي قيمتها ثابته بالنسبه لجزئيه لابلاس ماينس 1. طيب الواحد على اس في اس سكوير زائد باي سكوير زي ما قلنا هنفكها ببارشال فراكشن، هتبقى واحد على اس في اس سكوير زائد باي سكوير احطها بالصيغه العامه اللي هي الاي على الاس زائد البي اس زائد السي على اس سكوير زائد باي سكوير، احاول اجيب الثوابت ايه وبي وسي. هلاقي عندك هنا الحل بتاع الكلام ده هيبقى واحد على باي تربيع افتح قوس واحد على اس ناقص الاس على الاس سكوير زائد الباي سكوير. لو اخدنا واحد على باي تربيع بره لبلاس ماينس 1 واحد على اس
ناقص الاس على الاس سكوير زائد باي سكوير في ساين باي اكس. هنا لو اخدت الانفرس لابلاس، واحد على بيتا بي تنزل زي ما هي، واحد على اس الانفرس لابلاس بتاعها بواحد، سالب اس على اس سكوير زائد باي سكوير عبارة عن سالب كوزاين باي تي في ساين باي اكس، يبقى دوت اللي هو الدالة اللي انا محتاجها اللي هي اليو اوف اكس وتي.